عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. انطلاقا من الفيديو اللي وضعت البارح، توصلت بعض الرسائل على الجمايل من أستاذات ما زال ما توصلوش بالمقرر، فبغاو غير العناوين اللي نطلبوا مني بالضبط الرياضيات باش يعرفوا الدروس. فانا كفكره قلت غادي نديروا فيديو تشوفوا الدروس اللي كاينين، وغادي نصور لكم الصور، غادي تلقاوهم في الباج. اليوم توصلت كذلك بالكتاب الفرنسيه، غادي نوريكم لينيتي الاولى. ربما ما يجوش الكتب، ينطلق الانسان في العمل ديالو. إطلالة سريعة في هذا الكتاب، وبالنسبة للصفحات الأولى ديال لينيتي الأولى غادي نصورهم، غتلقاهم سيغ ما باج سيغ فيسبوك اللي هي أفكار تربوية مع أم أركان. بالنسبة لليان ديالها غتلقاوه في خانة الوصف. بالنسبة لغدا إن شاء الله غادي نحاول نتقاسم معاكم يعني داك الاحتفال بيوم المدرس، وبهذه المناسبة أقول لجميع أصحاب البيضة البيضاء دمتم متألقين، وكل سنة إن شاء الله وأنتم أكثر عطاء وإبداعا وبصحة جيدة. وكلمة شكر في حق جميع معلمية، يعني جميع المعلمين اللي قراوني وجميع الأساتذة، شكرا لكل من علمني حرف. غادي نبداو في الرياضيات. بالنسبة للدرس الأول كما قلت البارح هو اللي كتشوفوا قدامكم، نحاول نقرب باش يبان لكم قليلا على هذا الشكل. هذا الناس اللي ديجا خدمت المقرر غتلقاو بان هذا التمرين ديجا كاين في المقرر القديم، وهما اللي خداوه على شكل يعني انطلاق او لا. وهنا من خلال هاد التمرينين بجوج كيبغيو يوضحوا ديك ان الجامع تبادلي، يمكن لي نغير الاماكن ديال الارقام. وهنا التجميعيه بالنسبه للحصه الاولى، وبالنسبه للحصه الثانيه كاين جوج حصص ديال التمرن، حيت خمسه ديال الحصص كنا كنديرو داك ثلاثه ديال الحصص في الدرس، دابا ولاو في هذه الوحده الاولى والثانيه والثالثه، يعني درس في الاسبوع يعني خمسه ديال الحصص. الحصه الاولى اكتشف، والحصه الثانيه اتمرن. هنا فين غادي مجموعه ديال التمارين يعني وضع العمليات، هنا الجمع، هنا الضرب، هنا كاين الطرح، هنا باش التجميعيه، وفي اخر تمرين هنا وضعين باش يكتشف الخطا ويصحح. كما نعاود ناكد ان اللي بغى هاد الصفحات غادي يلقاهم مصورين على لاباج ديالي في الفيسبوك. هادي اتمرن، والحصة التالية اللي غتكون ديال الدعم وتقويم او لا اقوم تعلماتي، ادعم مكتسباتي. بالنسبة للدرس الثاني اللي غادي يكون في الاسبوع الجاي، بالنسبة للناس اللي بدات اما اللي ما بداتش يعني راه مازال، هما الرباعيات الاعتيادية. غنمشيو دابا إطلالة سريعة في الكتاب ديال ميزا بخونسيساج دار الرابع. لي زوين بالنسبة للفرنسية هادو لي فالياسيون دياغنوستيك يعني الدرس، أنهم خداو نفس موضوع أو الهدف من الوحدة، يعني بحال هاد التكست اللول اللي غادي نخدمو هنا دو تي بوغ لي زانفيتي، روح حالكني أعتذر، داك الآخر حتى في النص ديال القراءة كيقراو على الشاي، يعني باش يكون عند التلميذ واحد الباكاج في نفس الوقت. هذا اذا هذا هو لو سيبور ديال الانطلاقه ديال لاكتيفيتي اورال. واخا كنشوف انا لاكتيفيتي اورال الا لقيتي لو سيبور ما تسناش الكتاب، خصك تنطلق. هنا مون بروجي دو كلاس، هذا هو لو تكست. ها هو نتمنى يكون واضح، نحاول نقربو اكثر حيت ديما كنلقى هاد الاشكال ديال لي فيديو راه ما واضحش. ها هو النص، نتمنى انه يكون واضح ما فيه الكفايه، بما فيه الكفايه.
هذا هو لو تكست. كذلك غتلقاوه الصوره ديالو سيغ يعني لاباج. بالنسبه يعني حتى الناس اللي ما توصلش في الكتاب وكتخدم ميزا برونسيزا يجي ممكن لك تاخذو وتكتب مثلا اما النص كامل في السبوره اللي داك الثانويه اللي عندك في القسم اولا تاخذ غير جزء منه. اهم حاجه هو يعرف دوك المصطلحات اللي كت يعني اللي كتخدم لو تام ديال لونيتي هادو لي كاستيون ديالو. دي لا غرامير بالنسبه لي انا لا غرامير كنت درسها اعتمدت على ديسيبور اخرين. شو كتعرفوا بان دابا لا غرامير فيها دو سومين بالنسبه لا كونجيغيزون. عجبني انا هاد الدرس حيت غالبا ما كنبداو اترو بريزون افوار او بريزون. الدرس الاول جزوين انه بعدا يعرف شنو هو لو بريزون شنو هما لي مو اللي كيصار يعني كيشيروا لانه لو بريزون لو باسي باش يميز ما بين لو باسي لو بريزون اي لو فيتور. هنا كلكو اكزرسيس. هنا بالنسبه للاورتوغراف حتى التمرينات بالنسبه لي جاوني بساطين ويعني كيسهلوا عمليه الانطلاق ديال الدرس. حتى جو روتيان بسيطه مقارنة بالقاعدة لا فاصون باش كانوا كيكتبوها في ميزا برونسيساج القديم كتكون شي شويه كبيره سي دوفون.